أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الحادي عشر وهو شوط خاص بالحجاج البكار، نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين في هذه الانطلاقات وفي هذه التحديات مع هذه الأعداد الهائلة، مع هذه السلالات المتميزة والبحث والتنقيب في هذا العالم الساحر عن الدرر في هذه الانطلاقات. الصدارة والمقدمة واللي قادت المجموعة هوايل بشعر عبيد بن محمد بن سالمين المنصوري، تنطلق منذ البداية بناموس هذا الشوط، تليها مع المركز الثاني أرهني شوق لناصر بن سالم بن جي العويسي، ومع المركز الثالث وصلت حشيمة لعبد الله بن حمد بن عمران الكتبين، انطلق مع المركز الرابع كي أرى التقدم من مشغلة لخليفة بن محمد بن سالم الدرعي، ولكن التسلل الباين من وهيلة لحمد بن سهيل بن خيرات العامري، تتسلل مع المراكز المتقدمة سادس المراكز من الجانب الآخر، اللي وصلت بهذا الأداء المتميز. نتابع قمة لعبد الله بن خلفان بن عبيدة بن طوق العليلي متابعا لهذا الانطلاق، ومع المركز السابع تحديات أيضا وانطلاقة غاية لأحمد بن سهيل بن مهنا المحرمي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن بنعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط والصدارة والمقدمة والتحديات الجميلة منذ البداية. تنطلق هوايل عبيد بن محمد بن حمدان بن سالمين المنصوري، تنطلق بالصدارة بدون أي أوامر بدون أي تعليمات، عصاها قوس حتى هذه اللحظات مع هذا الشعار، شعار بو محمد أيضا سطر إنجازاته بحرف من ذهب في هذا العالم الساحر منذ فترة طويلة. ها هي هوايل تشق طريقها إلى الانتصار إلى التحدي لنواميس هذا الشوط. انطلقت مرة ثانية، بدأت تباعد المسافة ولكن الاسم القادم نتابع فزعة حسن بن عبد الله بن غليطة الغولي والتقدم مع المركز الثالث. التحديات أيضا مع لمعة لخليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي، اللحظات الأخيرة وهوايل على الصدارة، هوايل على المقدمة، ما شاء الله تبارك الله، فزعة قادمة ولكن هوايل صامدة، هوايل. تهانينا لعبيد بن محمد بن حمدان بن سالمين المنصوري المركز الثاني، فزعة حسن بن عبد الله بن غليطة المركز الثالث، تاتي أيضا لمعة لخليفة بن نصيب بن خليفة الخيل المركز الرابع، عار بن خيرات حمد بن سهيل بن خيرات العامري مع المركز الرابع والمركز الخامس، والبقية كان الدخول جماعي من حين اللحظة خط النهاية. نعود مع التوقيت الزمني وهوايل اللي سوت الهوايل في هذا الشوط وقادت المجموعة منذ البداية وحدة السلامات لأهالي العين. تهانينا لمالك هوايل عبيد بن محمد بن حمدان بن سالمين المنصوري، ولحظات الوصول إلى خط النهاية دقيقتين 58 ثانية ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لمضمرها ناصر بن عيد العمري على هذا التحدي اللي قدمته هوايل، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني فزعة دقيقتين 59 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لحسن بن عبد الله بن غليطة الغفلي واللي وصلت مع المركز الثالث، هذه لحظات وصول لمعة تاتي بتوقيت زمني مقداره 3 دقائق و4 أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن نصيب بن خليفة الخيلي واللي وصلت مع المركز الرابع، تاتي وهيلة لحمد بن سهيل بن خيرات بالدود العامري. تهانينا للجميع والناموس.